صور جميلة في ذلك المركز الاختراع سعيد حريقة، صور امتزجت فيها كل فئات العمرية، شباب أطفال وحتى كبار السن. إليك الخط سعيد حريقة والانطباعات هنالك. نعم نعم، شكرا جزيلا لك. إذن أنا هنا في مركز وشن الطاهر، بعد أن كنا صباحا في مركز الإخوة العمراني بممرات مصطفى بن بولعيد، الآن أنا في حي بارك فوراج، وتحديدا مثل ما قلت مركز ابتدائي وشن الطاهر، حيث وجدنا العشرات من المواطنين منذ صبيحة اليوم يتوافدون وبكل قوة على المكاتب في هذا المركز. مثل ما قلت أن لأنها لوحة فسيفسائية حقيقية، أطفال مرفقون مع أولياء لتعليمهم مبادئ الديمقراطية وهم صغارا، وجدت أن العديد من الأولياء فعلا اصطحبوا أبنائهم، وأيضا شرائح مختلفة من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، من المنظمات ومن المجتمع المدني وغيرها، على غرار السيد الذي قال أنه منذ 40 سنة لم يدلي بصوته ولم ينتخب إلا هذه المرة. لماذا هذه المرة بالتحديد، وما رأيك في انتخابات 12 ديسمبر؟ بكري كنا غاشق، وذكر رحنا الشعب هذا وين فوطي وصح، هذا هي الجزائر الديمقراطية الصحيحة، هذا وين تركزوا مليحة. بكري كل رحنا كنا غاشق، ما كان حتى كانت العصابة سوا بدا، كان ما فوطيش على العصابة، اليوم فوطي. اليوم تشوف انه الاوضاع تحسنت، انه الانتخابات لازمه؟ يا ربي بارك الاوضاع تحسنت خير يا ربي والحمد لله. اليوم الحمد لله رانا نمشيو رسالة بسمو. انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، ورغم ذلك جيت خرجت من دارك جيت خرجت من الجماعه اللي جيبوني فيها بالكروسه، رانا جابوني هنا وكل شيء، وعيش قايد صالح، قايد صالح برك على وجه قايد صالح نتلاحوا حتى في الجبل. شكرا. إذا هذه شهادة بالإضافة إلى شهادات أخرى عكس الشيخ قنفود في السيد الذي معي، منذ يعني ربما أن سمح له القانون بالانتخابات وهو ينتخب إلى غاية هذه المرة. وش تقولنا بالمناسبة هذه تاع انتخابات 12 ديسمبر؟ بون بسم الله الرحمن الرحيم، بهذه المناسبة هذه أنا نقول لكم باللي عندي واحد دوكا صافي 30 وأنا نجي هنا لهذا المركز هذا بالذات، نجي ننتخب كما راك تشوف. عندي 30 سنه وانا نجي ننتخب هنا، اول مره اللي نجي ونلقى هذه الكثافه هذه نتاع السكان. طبعا في استمراريه الدوله هذه ان شاء الله بربي ان شاء الله نكملوا ننتخبوا ونكملوا نخليوا الدوله هذه كما قال اعطتنا خيرها، حنا ان شاء الله نكملوا معاها، ومن اجل بناء الجزائر ومن اجل استمراريه الدوله بالذات، من اجل القايد صالح ان شاء الله، وان شاء الله هذه الانتخابات هذه تفوت على خير على خير ومكره في قطعه من. شكرا جزيلا. اذا لان خصنا ثلاث الشاويث، لان يلا خصنا ثلاث نعاد الشاويث ويكذن انت يوسيت صبحيث وسايخس باش هذه فوطا هذه 12 ديسمبر هذه فرن، ويلا يزريث يصلح يثمر سي خمسه رجاء يا بابا رجاء دقيق سي خمسه اني مترشحين يوسيد يوشا يا وال الناس يخص هذه فوطا ويخص هذه نيوال متى غمثيني سلموا نسبه. السلام عليكم. اليوم الساو شيخ بدا ننتخب اول مره غري 20 العوام، اول مره بدا ننتخب زيمي يسمد نكرو ديك شلا كارت الانتخاب صحاب ريدا هما لاق لازم نغير، ولازمني خاصه نشاوين نشاوين لازم ديرين اساس نوش كلمه نروح غير مكاتب الانتخابات نروح نس القوه ونروح نس القدر، خاطر الجزائر تبغى التغيير وتبغى يشاوين يشاوين اشتاق الخيس زيمي لو قري 20 العوام، يعني لا الرئيس يعذل ولا الامان والاخر وشي هو سمدنش اما الخذاي من الاخر دائما قيم مهم شنو محسوب حق قرنين. يعني اشكال غير انك تشدي شاويين القبائل ابن مزابي الا ندي ثمور تنتزاير وكل باش هذه اللي ديش تفوس باش هذا روكر نوظف الناس وين تقدو ذا لا خاطر سبعين تقدو ذا هذه لي ذا سلواين جزائريين وكل ماشي غير نشاويين نغ القبائل نغ المدينة. ايوا اسا بكر خدم مليح اسا بكر خد وانسان تخمم يطلي لازم ننتخب ولازم التغيير، يعني لازم ماشي كان نشاويين عرب امازيغ الشرق الغرب. مراسلنا من باتنا سعيد حريقه. سعيد حريقة أهلا بك مجددا، إليك خط من جديد. مجددا صباح الخير. نلا هذا ماني نسيدي ليتو ثلاي يقارب لي نشني السان فوطا في ثمورت الجزائر نفوطا باش هذه سوس الوين تيكدو ذاذي لا في ثمورت الجزائر وكل واسير من نس نتا ثيك لي غير وقحلان هذه كمل اول نسي لا نبيثي ليني. السلام عليكم.
هذا بغا شني الرئيسه الجديده حمادي هذه اللي هذه خير في قيمك شغال شني قوا الطيون واخي دي وفر الخدايم برك شني الخدايم الشباب ديم الزانون قيم غير نخدي بلومات واصلو شني تزال وتمسخر نزيد من خير لا يعني لو مشغال شني جان ضاب الزاح 25 العوام 26 وهذا يضلو يتحوس في الخدايم ويتلاقيش 1500 1600 ماشي دي ثمور تتمنى يد البترول شني ياخذ وفر الخدايم برك وشني فوطه السف لاسن وماذا بين هذه اللي الرئيس هذه خدمتها مورت وتعذل وتحيا الجزائر وهذا وما ولي لان يخسيث نتا باش هذه لين ثمورث هذه لي ويلا هداس ندس وين تقدو ذا ثرار باش انا هذه لي هذه يوفر الخدمه تفوز من الخصوص ذواد الراي لان الناس ذوال الناس تقريبا ورعاد ورعاد مازال هناك بعض الاراء للمواطنين المنتخبين السيد اتى مع ابنائه ربما سيقول كلمه في هذا الشيء. السلام عليكم بربي ان شاء الله انا وولادتي راح نديروا الواجب هذه الجزائر تاعنا خلاه لنا الشهداء غدوه كيهضروا معنا الشهداء نقولوا درنا الواجب تاعنا ونهضروا مع الجيش تاعنا وتعب نقولوا له كثر خيرك وقفت معنا حتى احنا رانا معاك كل متني والله رانا معاك والله العظيم ما نخليوك اليوم وغدوه وكثر خير هذا الشعب هذا الوجوه هذو اللي صباح هذه حمروا وجوهنا والملائكات هذو انا بني ها راك تشوف فيه قال لي بابا واش معناتها الرئيس قلت له ها هو حكم باسم في خمسه وقلت له بابا اعطينا دعوه خير انت ملائكه الرحمن قال لي يا بابا ربي يفرج علينا والله ما قلتها له انا بربي ان شاء الله الجزائر بربي ان شاء الله جزائر جديده تحيا الجيش تحيا القايد تحيا الجزائر تحيا القايد تحيا الشعب تحيا الشهداء تحيا بمو العيد غدوه واش نهضر مع غدوه واش نهضر مع بمو العيد غدوه واش نهضر مع بمو العيد مع سي الحواس غدوه واش نهضر مع الشهداء يا خاوتي روحوا انتخبوا لبلادنا ويقبروا فيها من الخارج والله العظيم غير بلادنا ما كانش قد البلدان خاوتي غدوه اليوم غدوه ان شاء الله الثراش يكون عرس كبير في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله وزكاره في فرنسا السلام عليكم هكذا إذن هو لسان حال معظم الذين التقينا بهم الكثير منهم يقولون اننا سننتخب اليوم الجزائر وفي وقت قادم بعد خمس سنوات ربما ننتخب الرئيس لان همهم الاول والاخر هو ان تكون الجزائر متطوره مزدهره منتخب اخر يريد ان يقول كلمه تفضل انت على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احنا تنسيقيه المتقدمه قاعدين ومشطوبين ورم الشهداء رانا خدمنا جبل ورانا طحينا على البلاد ورا واليوم جينا ننتخبوا باش نعينوا الرئيس باش يعطينا حقوقنا الامان تاعنا ورانا ضحينا كنا على البلاد وتحيا عمار البيري وتحيا التنسيقيه والشعب الجزائري كل وجنيرال تحيا الجزائر إذن هكذا هي بعفوية نعم آراء شكرا لك سعيد حريقة شكرا لك سعيد حريقة سمعوا لاباس هذا هو